تخيلوا تاكلوا تراب حتى تسد جوعة، وين وصلت بينا الحالة؟ الله أكبر. خلينا نتابع. رمضان ما شفنا العيلة، معود يجيبونا حبيبة برغور حبيبة ليل، شيء علينا صار لنا من قبل رمضان ما دفع علينا شيء، ما جعل يجيبونا شيء، كنا يجيبونا والله المعينة تعين أن نطبخ العيلات نطبخ شيء ناكل، العد ما جعل يجيبونا شيء والله من الموت، راحت قيعانة وراحت باندة وحنانة، ولا قاعدين ويلا شد ولا ملتعنا أبونا ولا نهريت نلبس وما عدنا ولا فوقان تراب وتعد حاجة شعادت هذه من حريبة اللي بسيتها ما عندنا شيء غير رحمة الله، أن ما نصرتونا أنت ودبت أموالكم علينا رحمة الله.